السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم صريح جدا. موضوعنا لنا اليوم حيكون حول تكاليف الاعراس، ورانا متواجدين في معرض الزواج. تابعوا معنا شوفوا كيفاش تكون الاجابات. كنقول لك عرسك يعني اللي راكي ناويه ديريه شحال حيسقام لك؟ شوف بروميرمون انا ماشي لو جوغ اللي نتكل على الراجل، هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية أنا نحب الذهب، وذهب أنا اللي ندير لروحي، ما نستناش الراجل باش يديره لي ولا عفسة. دونك على بالي بلي حتتطلب مني زعما لانيفرسار تاعي باك لو 1 جويي، في ديجا درتها في سال دو فات. لا سال دو فات في وحدها كريتها ب 20 مليون. وبلا ترتيبات وهذيك، هذه جوست لانيفرسار. بصح انا ما تكلت على حتى بنادم، انا تكلت على روحي بدراهمي. يعني عيد ميلاد برك شحال سقام لك؟ عيد ميلاد برك راح رايح في 60 مليون. وزواجك شحال يسقام؟ بينا بلي راح يروح اكثر من 300 مليون. باسكو انا شوف عندي ديسيزيون ديتها جونغ في العرسي هذا ان شاء الله باذن الله، رايح ندير مام لي زانفيتي تاعي حندير لهم دي كادو. اللي هما لي كادو تاع من؟ سا ديبون على حساب لي زانفيتي وعلى حساب انا مادا بيا ما معجزتي ورايح ندير لها كادو. شحال يسقام لك العرس كومبلي؟ شوف قبل ما نروح شحال يسقام لي العرس خصني نشوف الكادو اللي حنديرو لعجوزتي. حندير لها هي وشيخي، حندير لهم عمره. وي هذه داخله في تكاليف الزواج. بيان سور هذه لا ديسيزيون تاعي. فوالا جوغ هادوك لي زانفيتي وكاع سا ديبون كل واحد واش رايح ندير له. دونك مازال ما خممتش فغيمون. بصح صح ابي بري عرسك شحال حيسقام؟ بابا ربيكم في عونك. بصح باين بلي عرسي راح يروح للمليار. مليار مليار هكا تكاليف تكاليف لا غالب بالذهب امورات بزاف لازم نزيدهم. يعني لو كان ما تصرفيش مليار ما تحسيش بلي درتي عرس كيما كيحب؟ نو باسكو انا باك جوغ نحب نزوخ شويه ونحب نبان شويه اوتونك شوي جورناليست وهذيك جوغ نحب تما الناس اللي يعرفوني والناس اللي نعرفهم يكونوا باينه حاجه بالطبع. فوالا يعني باباك حيحط مليار. سامحني بابا بصح لازم تقبل. وانت شحال تحطي من عندك؟ انا من عندي باينه بلي نحط كاش 50 مليون. اذا حطيتهم اصلا. مدام بكل صراحه شحال يسقام العرس؟ العرس راهو اطلع من 200 مليون وطلع حتى 300 400. ايه العرس يعني العرس البسيط 200 مليون. البسيط ايه 200 مليون البسيط العرس، هذا البسيط مسكين. وعلاش واش فيه كاع 200 مليون؟ فيه الحلاوات، فيه العرس، فيه لاصال، فيه الحوايج تدي لها، فيه الجهاز تاعها كبير العرس دركا. ومام الذهب غلا بزاف الذهب ولينا ما نقدروش كامل. دوك تجي تزوج وليدك تحصل، تجي تزوج الطفله تحصل، سي اكسيسيفمون شير لي تونو لا مبلومون تو 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 تي شير بزاف. باش دير اون تو بريبار ان مارياج لاصال لا سال رخيصه فيهم 30 مليون 40 مليون 50 مليون سي ترو شير. هادو هما وليدي سي سا. باسكو نقول لك علاش، باسكو شوف بروميرمون الحلوه زادت بزاف لي بخي دياولها بزاف، والتصديره كاين عفايس ديرهم العروسه من بعد ما تلبسهمش صافي يقعدوا في الخزانه غير هكذاك. الوغ انايا من الشرق الجزائري من قسم طينه، ولاحظت في التاخيره هذه التكاليف زادوا بزاف، عادوا موالين العروسه يشرطوا موالين العريس يشرطوا. الحلوه شحال تسقام؟ تلحق واحد 100. شنو 100؟ 100 مليون. وي واش مخدومه هاد الحلوه؟ وي اللي دخلوا فيها اللوز جوز. وي تلحق تلحق بيان سور. فوالا علاش قلت لك كل وحده كما قال واحد تمشي على حسب مقدورها. انتو في قسنطينه شحال يسقام العرس بكل صراحه؟ فوق ال 100 مليون ولا العرس البسيط؟ العرس البسيط وي فوق 100. فوق 100. مادام انت مختصه في صناعه الحلويات التقليديه الخاصه بالاعراس. نعم سبيسيالمون للاعراس. بزاف سقسيت ناس قالوا لي باللي الحلوى تاع الاعراس راهي غاليه بزاف. هاي غاليه بيان سور على حسب المنتجات اللي راهم في السوق. لا غالب زدنا لهم لو بخي على جال السلعه زادت كامل في لي بخي. وشنو هي نوع الحلويات الاكثر طلبا في الاعراس؟ العرايش بقلاوه. العرايش شحال راهم يديروا؟ شراهم 17000.
وكي تكون فوالا وكي تكون ديكوراسيون بلو شارجي واعره لا ديكوراسيون تاعها تلحق حتى ل 20 حبه. البقلاوه راهي البقلاوه راهي 18000 وكي تكون غوايال تلحق حتى ل 20000 تاعني فوالا. كاين قروط اللوز هادو هما اللي كثر كثر جزائريات كامله راهم يتراوحوا 18000 حتى ل 20000. والجزائريات شحال؟ كيف كيف 18000. انا كاني رئيس فرقه تاع الزرنا عاصميه نشوفوا احنا كيما نشوفوا هنا عفايس بزاف زادوا. زعما نقولوا واحد حب يجيب الزرناجيه في عرسه شحال تسخم؟ والله شوف ابار الزرنا اللي ما زادت صراحه ابار الزرنا اللي ما والله يا ابار الزرنا ما قالت بري واحد ما زادت ما يعني صديق دوك كل واحد فاش يخدم دوك في البرو بروفيسيونال او فوق 2500 واللي يكون قداك تعرف سا ديبون 16000 17000 15000. بكل صراحة العرس شحال يسقم في الوقت الحالي؟ والله على حساب مول العرس على حساب مول العرس. كاين اللي يقدر يكلفوا عرسه مثلا نقولوا اللي يقدر يكلفوا عرسه 50 مليون وكاين اللي يحب يدير عرس ب 500 حتى المليار حتى المليار 500 مليون حتى المليار. يعني في الجزائر 50 مليون تزوج؟ نعم 50 مليون تزوج نعم وي 50 مليون تزوج. اه حنا تاعنا اللي راهم كيصعبوا فيها. الولد ولا الطفله شحال لازم يكون عنده دراهم باش يونجاجي ويتزوج؟ في الوقت اللي رانا فيه يعني انا نقول مينيموم 150 مليون والولد جاب لي ربي كثر ولا الطفله كثر. الطفله عندها الجهاز عندها العرس وهو عنده الدار الالكتروميناجي قلت لك مينيموم 150. ما عندوش 150 ما يقدرش يدير عرس شباب. اه مالوغوزمون والله. والله كمنظم لصالون الوطني للزواج احنا كنت عندنا اون استيماسيون من قبل على تكاليف العرس كامل اللي كانت تتراوح بين في حوالي مليون دينار 1 مليون دينار او 100 مليون سنتيم. لكن في الحقيقه في السنين الاخيره رغم انه المنتوج الجزائري راهو متوفر بكثره على الاعوام اللي فاتت والحمد لله كاين كثير من المنتوجات كنا نستوردوها اصبحت تصنع محليا بجوده مليحه كما راكم تشوفوا مثلا في المعرض مع العارضين اللي رانا عارضينهم هنا. غير انه ربما فيه هناك عده امور تتدخل في تغيير الاسعار ودائما هي في ارتفاع. صالة شحال تسقم؟ زعما حاجه مليحه مينيموم 20 مليون وطلع. الحلوه تستقام حلوه اللوز وبالطبع 20 مليون استقام ولا دارت زعما كات سورت وي استقام. جهاز العروسه بزاف. حنا القندوره تاع القطيفه وحدها تسقام 12 مليون 15 مليون قدر 20 مليون قندوره تاع الفتله ولا تاع المجبود. وعندنا القندوره البيضاء هذيك تندار اوبليغاتوار سمسم هذيك تجي 8 ملايين 9 ملايين 12 مليون قدر اكثر. عندنا الكاراكو الكاراكو زعما يبدا من 4 ملايين و500 ادنى حاجه سامبل قادر يوصل ل 20 مليون فايت يفوت 20 مليون يفوت. والقفطان سا ديبون قادر يكون محروج ثاني يسقام غالي بزاف يسقام 15 مليون كيما المحروج قفطان القاضي قادر يوصل ل 15 مليون يفوت. ولي كافطون اخرين 4 ملايين 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين على البيدجي تاع العروسه. عندنا ثاني الوهراني تسقام من 5 ملايين وطلع هذاك الصدر وحده يدير 2 ملايين ونص 3 ملايين